سعد السهيل الآن يلعبها طويلة وللأمام لكن مبعدة من حميد ميدو. 44 هدف وسجل النصر 47 هدف. الأرقام تؤكد أن هناك تكافؤ كبير حقيقة في صالح نادي السيب. جواب راح ينزل بعد قليل اللاعب الأردني. الهلالي ما اعتقد راح يكمل المباراة. الراس ملعوبة ما زالت مستمرة المحاولة الخطيرة للأمام ممكن ولكن تبعت من أنور مبارك الآن. هل من عرضية عالية مرت من الكل القائم بعيد بالراس من الغيلاني ولكن تتخلص في التعاقد مع هذا اللاعب. كرة بتعود مرة أخرى حميد ميدو الكرة معاه حميد على طول ماشى لأرشد العلوي تغييره على تنفيذ هذه المحاولة. حميد لصالح السيب كرة بتلعب عالية للأمام مرت من الكل رأسية مستمرة خطرة المخيني للفريقين في بطولة الدوري ويصلوا إلى هذه المرحلة المتقدمة في الكأس الغالية. في النهاية النجاحات لو تحققت راح تضاف لمشوارهم الكروي بالتأكيد. كرة ماشية أمامية عيد الفارسي الآن مرور وتقدم كرة بين الأقدام مرت حميد ميدو لأرشد العلوي تغيير كامل لدورينا فمن ينجح في فعل ذلك. لكن صحم وضعه يعني تحدي كبير حقيقة بالنسبة للفريق الأزرق. هنا محاولة خطرة أحد الفريقين المباراة في وقتها القاتل ويعبر إلى النهاية الكبير أم أننا سنعبر للأشواط الإضافية 22. كرة من جديد في نص الملعب حميد ميدو تدخل من نصيب الغيلاني وبطاقة تفاعل جماهيري سيباوي كبير جدا في هذه اللحظات. ملعوبة عالية للأمام مرت من الكل مستمرة خطرة ممكن حميد ميدو طويلة أمامية أرشد المتقدم الآن تغطية من فهمي دوربين.